السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نقدم لكم تصحيح ديال مباراه كليه الطب والصيدله فاس سنه 2019، الجزء الاول فيها اللي هو ماده الفيزياء. اذا على بركه الله، السؤال 17: تدخل جزيئه شحنة كي وكتلتها ام من المقطع مجالا مغناطيسيا بي بسرعه بي زيرو، حيث بي حسب المتجه ك في زيرو حسب المتجه اي، نعطي في زيرو كتساوي 2.3 بي 0.005 يعني 5.3 والشحنة هي 1.6.19. اذا حركة جزيئة حركة هنا كتكون دائما دائرية منتظمة، والتجاوب الصحيح هو او. مسار هذه الجزيئة دائري وشعاعه R كيساوي 1.5 سنتيمتر، إذا كتلة هذه الجزيئة تساوي، إذا كنعرفو حنايا بأن تعبير ديال شعاع المسار هو R كتساوي M فوا V0 على Q فوا B. إذا من هنا غادي نجبدو الكتلة، إذا هي R Q B على V0، تاني غنديرو التطبيق العددي. إذا أنا حاولت نبسط التعبير الاعدادي عن طريق استعمال الالوان، يعني شنو هما الاعداد اللي قمنا بتغيير ديالها. اذا غادي نشدو كاع القيم بالاس، دونك 10^2 في 10^19 في 10^3، دونك هي 10^24 على 10^3 اللي هي، يعني غادي نضربو في 10^24 في 10^3 اللي هي 10^27. ثم غادي يبقى لينا 1.5 في 1.6 في 5 على 2، دونك 1.5 غادي نردوها هي 1 على هي 3 على 2، 1.6 هي 16 على 10، و 5 على 2 الكل مضروب في 10^27. دونك غادي نبسطو 16 على 10 هي 8 على 5، غنختزلو بال 5، غتبقى لينا 3 على 4 في 8، دونك 3 على 4 في 8 هي 3 في 2 10^27 اللي هي 6/10^27. ده الجواب صحيح هنا هو جواب دي. ده السؤال 19. ده عندنا الظاهرة الكهربائية، دونك المطلوب هنا هو البحث على شدة التيار في النظام الدائم. دونك في النظام الدائم الوشيعة هنايا سلك، دونك هنايا بحال مكايناش الوشيعة فقط كاين سلك، دونك بيبقاو لينا فقط في هذا الجزء من الطارة عندنا جوج ديال الموصلات الأمية مركبين على التوازي. هنايا كذلك التيار اللي مار في المنتف هو كيساوي صفر، فبحال عندنا في الطارة ككل عندنا جوج موصلات أمية مركبين على التوازي، مركبين على التوالي مع موصل أمي اللي هو R كتساوي 2 أون. عندنا هنايا فإلا بغينا التعبير ديال التوتر في الطارة هنايا، إذا أو فهي كتساوي المقام المكثف شدة التيار. المقاومة المكثفة هنا هي المقاومة المبيئة ديال التركيب على التوازي زائد هاد الموصل الأمي اللي المقاومة ديالو كتساوي 2 أون. بالنسبة للتركيب على التوازي، المقاومة المكافئة ديال التركيب هذا دونك هي إغ واحد فوا إغ جوج على المجموع ديالها، دونك هادي المقاومة المكافئة ديال الطارة ككل، دونك هي مقاومة مكافئة للتركيب على التوازي زائد إغ. دونك إلا درنا الحساب هنايا غتعطينا R equivalent ديال الدارة ككل هي 4 أون. دونك التطبيق العددي هنايا، دونك E كتساوي R equivalent فوا I، دونك I كتساوي E على R equivalent اللي هي 12/4 اللي هي 3 أمبير. إذا الجواب الصحيح هنايا هو A. السؤال 20. دونك نرسل القذيفة من الأرض بسرعة بدئية V0 تكون زاوية 45 درجة مع محور أفقي للحصول على علو أقصى يساوي 22.5، يجب ان يكون منظم السرعه البدئيه يساوي. دونك حنا كنعرفوا بان التعبير ديال الارتفاع عند قمه المسار هو انغريغ كتساوي في 0 كاري فوا سينوس الفا او كاري على 2 جي. دونك من هنا نقدروا نجيبوا التعبير ديال في 0، دونك في 0 كاري هي 2 جي فوا انغريغ على سينوس كاري الفا. دونك التطبيق العددي عندنا 2 جي هي 10، انغريغ هي 22.5، وسينوس 45 هو جذر مربع 2 على 2. إذا يمكن لنا 22.5 ضربها 2 هي 45 في 10 على 1 على 2،
هذه هي 20 في 45، دونك واحدة ديجا طلع جوج الفوق، وتبقى هي جوج في 10 اللي هي 20 في 45، شي بيعطينا 900. دونك جا المربع 900 هي 7%، هي 63 في 10 و 62، دونك هي 3 في 10، وبالتالي هنايا في زيرو هي 30 متر في سكوند. الجواب الصحيح هنا هو سي. التردد الخاص اف زيرو ينوس وزن يجهز ذبذبات حرة وغير مخمدة ذات وسع صغير. دونك حنا كنعرفو بأن المعادلة التفاضلية ديال نواس الوزن هي تيتا دو بوان زائد ام جي دي على جي دلتا فوا تيتا يقال زيرو. دونك هنايا تنقدرو نجبدو التعبير ديال تي زيرو دو بي، هي دو بي جات مربع جي دلتا على ام جي دي، و التردد هو المقلوب ديال تي زيرو، بالتالي هي ان سور تي زيرو يقال ان سور دو بي لا غاسين ديال ام جي دي على جي دلتا، وبالتالي التعبير الصحيح هو او. يمثل منحنى اسفل تغيرات شدة التيار الكهربائي الذي يمر في وشعة معامل تحريض الذاتي ال كيساوي 50 ملي أنغي. حنا المطلوب هنا هو تحديد القيمة ديال التوتر او ال في المجال من 0 حتى 2 ملي سكوند. عندنا هنايا توتر مثلثي، ولكن هنايا مختلف المجال، يعني ماشي متساوي. دونك هنا المجال الاولاني من 0 حتى 2، والمجال الثاني من 2 حتى 2. اذا هنا غادي نستعمل التعبير ديال التوتر بين مربطي الوشع اللي هو دي اس و دي تي. عندنا في المجال من 0 حتى 2، عندنا هذا عبارة على مستقيم يعني دالة تألفية. اذا دي اس و دي تي نورمالمون هي المعامل الموجه ديال هذا المستقيم. اذا المعامل الموجه يمكن لي دي اس و دي تي هي دلتا اي سوغ دلتا تي. من الافضل ناخذ لي ماكسيموم هنايا والمينيموم. دونك المعامل الموجه عندنا 16، هذا ملي امبير، دونك وهذه بالملي سكوند، يعني لا داعي للتحويل لان غادي يكون ملي امبير على الملي سكوند. الملي بيتختزل بتبقى لنا الامبير على سكوند، وبالتالي هنايا 16 ناقص ناقص 16 هي 32 على 2 ناقص 0، دونك هي 32 على 2 هي 16 امبير بار سكوند. نضربو هادشي في ال، دونك هي 50 × 10^3 × 16، عندنا 5 × 16 هي 80 × 10^8 × 10^3، دونك هادشي بيعطينا 0.8 فولت. إذا بالنسبة للمجال من 2 ملي سكوند حتى 2.5 ملي سكوند، عندنا دونك القيمة النهائية هي ناقص 16 ملي أمبير، القيمة البدئية هي 16 ملي أمبير. دونك هنايا المعامل الموجي هو ناقص 16 ناقص 16 على 2.5 ناقص 2، دونك هي ناقص 32 على 0.5. المهم القيمة هنايا هي ناقص 64 أمبير بار سكوند. نضربو هاد القيمة في المعامل ديال التحريض، دونك غادي تعطينا هي ناقص 0.05 × 64. دونك من هنا غادي نقدرو نفكوها على 2، دونك هي ناقص 0.1 × 0.5 × 64، هادي هي 32، دونك 0.1 هي 3.2، وبالتالي هنايا القيمة ديال التوتر في هاد المجال هي ناقص 3.2 فولت. هنا كما كتلاحظو هنايا الوحدات هنا فهما بالميلي فولت، حنا لقينا نورمالمون بالفولت. بالتالي المهم حنا غادي ناخدو الجواب الصحيح اللي كيتوافق مع هاد القيم، دونك 0.8 مع ناقص 3.2 اللي هي بي. بالنسبة للسؤال 23، لتكون الدارة الممثلة أسفل، دونك عطينا دارة إخ سي فيها 2 ديال الموصلات أمية مركبين على التوازي، وجوج ديال المكتفات مركبين كذلك على التوازي. عموما ثابتة الزمن هي المقاومة المكافئة في السعة ديال المكتف المكافئ. بالنسبة للمقاومة بالنسبة لسعة المكتف المكافئ هنايا هي بالنسبة للمكتفين على التوازي هي المجموع، دونك هي 5 ميكروفاراد. بالنسبة للموصلين أمي مركبين على التوازي، دونك هي إغ واحد إغ جوج على إغ أن زائد إغ دو. دونك هنا الحساب كاين هي 10 على 3 اللي هي المهم 1 على 3 هي 0.33، دونك إلا ضربناها في 10 هي 3.33 كيلو أوم. إذا نديرو العملية الحسابية، عندنا 3.33 × 5، دونك هي 16.6 تقريبا، و 10 × 3 × 10 ناقص 6 هي 10 ناقص 3، وبالتالي هذا هي 16.6 × 10 ناقص 3 سكوند اللي هي 16.6 ملي سكوند. يعني أنا الجواب الصحيح هنا هو دي. بالنسبة لسؤال 24، عند الرنين
دونك هنايا ف القدرة الكهربائية فيك تكون قصوية، يعني كتكون U فوا إي. أن هنايا نورمالمون هي بصفة عامة هي U فوا إي فوا كوسينوس في، يعني كتكون قصوية، يعني أن الطور في كيكون كيساوي صفر، يعني كوسينوس صفر هو واحد، وبالتالي ف بي كتساوي U فوا إي. الجواب صحيح هنا هو أ. بالنسبة للسؤال 25، عندنا المعادلة الكلية لتحول نواة اليورانيوم إلى نواة الرصاص هذه، دونك غادي نديرو قانون الانحفاض بالنسبة لعدد الكتلة. عندنا 238 هي 206 زائد 4 إكس، وبالتالي هنا إكس كتعطينا، بالنسبة للشحنة 82 زائد 2 في إكس اللي هي 8 ناقص إيكغيك، دونك هنا كتعطينا إيكغيك كتساوي 6. بالتالي الجواب الصحيح هنا هو ب. ليكن نابض، السؤال 26، ليكن نابض ذو لفات غير متصلة كتلته مهملة وصلابته ك، عندما نعلق كتلة M بأحد طرفي النابض ونزيحه عن موضع توازنه ينجز حركة تبدو دورية T دورها T. عندما نعوض هذه الكتلة بكتلة M بريم كتساوي 4 M الدور جديد، دونك حنا كنعرفو بأن الدور ديال النواة المرن هو دو بي جذر مربع M على ك. دونك حنا غنعوضو ام ب ام بريم، دونك هنا غادي يعني الدور غادي تبدل، لان هي كاوي جات مربع ام بريم على كا، كان هي كتبقى تبدل لاننا كنستعملو نفس النمط، دونك هي دو بي جات مربع غنعوضو ام بريم بكاتخ فوا ام، دونك كاتخ ام على كا. طبيعة الحال ديك ربعة هي جات مربع ديالها هو جوج غادي تخرج، وتبقى هنا جوج فوا دو بي جات مربع ام على كا، و دو بي جات مربع ام على كا هي تي. دونك هذا كيعطينا دو دو تي. الجواب الصحيح هنايا هو بي. السؤال 27، تبدد الضوء الابيض يحصل على الحال مبشور. الجواب الصحيح هنا هو سي. عند حلول الضوء احاد اللون خلال شق يكون عرض البقعة المركزية اصغر بالنسبة لحلول الضوء، دونك عندنا من الاحمر حتى البنفسجي. حنايا كنعرفو بان علاقة الحلول أن لامضة على أ كتساوي ال على دو دي، وبالتالي من هاد العلاقة كيتبين لنا بأن ال هي دو دي على أ فوا لامضة، يعني هنايا هناك تناسب ما بين طول الموجة وعرض البقعة المركزية، يعني إلا كبرت لامضة كتكبر ال، نقصت لامضة كتنقص كذلك ال. حنا كنعرفو بأن لامضة ديال الضوء البنفسجي هي الصغير، هي أصغر لامضة بالنسبة ل طيف الضوء الابيض، يعني لامضة ديال البنفسجي اصغر من لامضة ديال الاحمر. لامضة ديال البنفسجي هي 400 نانومتر، ولامضة ديال الاحمر تقريبا هي 800 نانومتر، وبالتالي بما ان عرض البقعة يتناسب مع طول الموجة، لان باش تكون البقعة صغيرة يعني عرض البقعة يكون صغير، فخص تكون لامضة صغيرة، ولامضة صغيرة عندنا هي ديال البنفسجي، وبالتالي الجواب صحيح يعني هو. بالنسبة للسؤال 26، شعاع أحادي اللون طول موجته في الفراغ هو 600 نانومتر، طول موجته في وسط شفاف مع منكسار ان هو 500 نانومتر. مع منكسار هنايا كنعرفو بأن ان هي لامدا زيرو على لامدا، دونك هي 600 على 500، 6 على 5، دونك هي 1.2. الجواب الصحيح هنايا هو سي. السؤال 3، عدد نويدات عينة مشاع في لحظة التكسر هو صفر هو ان زيرو. بعد 330 يوم عدد النويدات هو N 0 على 8، إذا الدور الإشعاعي أو العمر النصف لهاد العينة هو، وحنا كنعرفو بأن العلاقة ديال اللي كتعطينا الزمن T كتساوي ln ديال N 0 على N دو T على N N دو 2 فو N دو مي. دونك هنايا عندنا N 0 N دو T كتساوي N 0 على 8، دونك هنا يمكن نجبدو النسبة N 0 على N دو T اللي هي 8 وي هي جوج، تمنية هي جوج أس تلاتة. إذا يمكن لنا نجبدو التعبير ديال تي أن دومي اللي هي إلين ديال جوج على إلين ديال إن زيرو على إن دو تي فوا تي، ونعوضو، دونك تي أن دومي هي إلين دو دو على إلين ديال جوج أس تلاتة فوا 330، دونك يمكن نبسطو بالعلاقة ديال إلين هي تلاتة إلين دو دو، دونك إلين دو دو على تلاتة إلين دو دو فوا 330. دونك غتعطينا هي 1 على 3 في 330، طبيعة الحال هي 110 يوم، وبالتالي الجواب الصحيح هنا هو بي. السؤال
سؤال 31، العلاقة الأساسية للتحريك لجسم صرف حل الدوران طبيعة الحال هي مجموع العزوم كيساوي جي دلتا فو تيتا دو بوان، جاوب صحيح هنا هو الدي. والعلاقة سؤال 32، العلاقة بين السرعة الزاوية تيتا بوان والسرعة الخطية في، نعرف بأن في هي ار فو تيتا بوان وبالتالي تيتا بوان هي في على ار، تجاوب صحيح هنا هو ا. إذن بهذا الشيء كنكونو انتهينا من التصحيح ديال مباراة كلية الطب والصيدلة الفاس سنة 2019 مادة الفيزياء. شكرا على التتبع ديالكم، ما تنساوش تابوناو باش يوصلكم دائما الجديد ديال التصحيحات ديال السنوات الماضية للمدن المختلفة. يلا تبارك الله عليكم.